احنا بنتكلم مع حضرتك عن انفينيتي تاور وبنعرف من حضرتك معلومات ان احنا بنبدا كل حاجه من حيث انتهى الاخرون. نقدر نقول ان احنا هنشوف المشروع ده لما يخلص بالكامل هيكون شكله عامل ازاي؟ ايه اللي هيكون مختلف فيه عن المشروعات الاخرى؟ هو اضافه للمشاريع الموجوده وهو تكمله بسيطه للحاجات الجميله اللي بتتعمل حوالينا. قدامنا في السي بي دي المشروع اللي قامت بيه شركه سيسك اللي هي اكبر شركات الانشاءات العالميه واللي هي بتقوم حاليا بتنفيذ اعلى برج في العالم الألف متر في جدة واللي حازت على المركز الأول في التصنيف الفني والمالي للمشروع الألف ومتين متر اللي جاري تنفيذه في دبي. مستوى التكنولوجيا في عالم الإنشاءات اللي موجود عند الشركة الصيني دي يعتبر الأعلى في العالم، مش من الأعلى، لا هو بالفعل الأعلى نتيجة مشاركتهم في مسابقات عديدة وفازوا بيها فنيا وماليا. واحنا بنتشرف ان هم موجودين قدامنا هنا بتنفيذ البرج الأيقوني والعشرين برج الأمامي، وإنفينيتي بتعتبر تكملة بسيطة اللي بدايته الحكومة وشركة العاصمة الإدارية بتنفيذ المشروع الصيني اللي قدامنا. الأسلوب الإنشائي في تنفيذ برج إنفينيتي هو مماثل أو معادل اللي موجود في البرج الأيقوني بارتفاع 370 متر. احنا ارتفاعنا هنا 230 متر، أقل شوية، بس احنا عندنا شوية ميزات نقدر نتكلم عليها هنا. ان احنا المساحة المكتبية المفتوحة حوالي 1200 متر مسطح بدون عائق بدون عمود، ودي حاجة مش موجودة في مصر ولا في المنطقة العربية بالمساحة دي. بيسهل فرشها، بيسهل استخدامها بكفاءة عالية، الإفيشنسي بتاع الاستخدام، كفاءة الاستخدام، نتيجة ما فيش أعمدة معيقة، ما فيش حوائط معيقة، ما فيش أي حاجة معيقة، وبالتالي الاستفادة من المساحة بتبقى كفاءتها أعلى بكتير. عدد المصاعد اللي موجودة على جانبي المبنى تعتبر الأعلى والأسرع، وبالتالي زمن الوصول لفاينل ديستنيشن لو مكتب حركة الدور 28 أو 35 انتظارك للكابينة لغاية ما تيجي ما بيزيدش عن 30 ثانية، زمن الوصول ما بيزيدش عن 45 ثانية، اللي هو ده تأكيد تعريف الكلاس اي اوفيس بيلدينج اللي هو المبنى المكتبي الدرجة الأولى. إيه اللي أنا هشوفه يا دكتور من انفينيتي تاور؟ يعني أنا النهاردة حجم إنشاءات انفينيتي خلص والنهاردة البرج خلص بالكامل، لما أكون متواجدة خلينا نوضح تاني المشاهدين أن انفينيتي تاور كله عبارة عن إزاز. إيه اللي أنا هشوفه من خلال تواجدي في انفينيتي تاور؟ من كل منسوب على حدة، كل ما طلعنا في دور أعلى، كل ما كان الفيو المكشوف بقى اجمل واوضح بكتير. من المنسوب اللي احنا موجودين عليه دلوقتي اللي هو الدور ال 22 اداري يمثل الدور ال 32 من ارتفاع البرج، احنا بنشوف من هنا الاوبرا، الماسا، مسجد مصر، الكاتدرائيه، المركز المالي، حي الوزارات، حي البنوك، بنشوف كل ما اترسم وكل ما ناس اشتغلت وتعبت العشر سنين فيه. النهاردة بنشوفه بصورة أجمل بكتير جدا، من أجمل من أي منظور، ومن أجمل صورة ملونة، ومن أجمل من ماستر بلان عمله أحسن معماري في العالم، لأن بنشوف حقيقة بالنهر الأخضر بالخضرة اللي موجودة فيه باللون الأخضر، وإحنا في يوم درجة حرارة فيه 38، شايفين كم الهواء وسرعة الريح اللي موجودة هنا ونقاء الهواء اللي موجود هنا على هذا الارتفاع. صحيح. وبالتالي بنشوف الصورة الحقيقية المجسمة أحسن من أي كمبيوتر ريندرينج وأحسن من أي إخراج معماري أو هندسي أو إنشائي، لأن الطبيعة المنفذة بالفعل هي اللي بتعبر عن نفسها.